يا حيف يا حيف يا حيف يا حيف يا حيف أخ ويا حيف حكام باسم العرب عم تحكم كيف سوريا العدو صارت وإسرائيل ضيف حكام باسم العرب عم تحكم كيف سوريا العدو صارت وإسرائيل ضيف كيف كيف قطر العربية صارت عبرية ومعها السعودية بلسانة تهجم كسيف يا حيف يا حيف يا حيف قطر العربية بلسانة تهجم كسيف يا حيف يا حيف يا حيف هذا التأمر يا حيف هو عالشعب السوري ويا حيف وهذا التأمر يا حيف هو عالشعب السوري ويا حيف سلمية وصلاح يما وهدفوا للحر نادينا معاه سلفية وسلاح شفنا والفتنة عالباب يما قمنا نتحداه سلمية وسلاح يما وهدفوا للحرية يما نادينا معاه سلفية وسلاح شفنا والفتنة عالباب يما قمنا نتحداه غدرونا يما والدم صاير مي فتنة تحريض اخوتنا من اجل اسرائيل غيرنا قبلتنا واقرأوا التاريخ اعراب غدرتنا غدرتنا مش دار الخوان يما بكلمي من امريكا يما دموا كل اركانه قرضاوي وعرعور أصبح كالدبور يلسع ويحرد إخوانه مش داري الخوان يما بكلمة من أمريكا يما دمو كل أركانه قرضاوي وعرعور أصبح كالدبور يلسع ويحرض إخوانه والخاين قال اللي بيقتل أهله وماله نموت كرماله الشعب ضد الفتن الوحدة رسماله الشعب يملك وعي والجيش رسماله 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 يا حيف أخ هو يا حيف حكام باسم العرب عم تحكم كيف سوريا العدو صارت وإسرائيل ضيف حكام باسم العرب عم تحكم كيف سوريا العدو صارت وإسرائيل ضيف كيف كيف قطر العربية صارت عبرية ومعها السعودية بلسانة تهجم كيف
قطر العربية بلسانة هجوم كالسيف. يا حيف يا حيف يا حيف هذا التامر، يا حيف هو عالشعب.